بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. درسنا اليوم ان شاء الله راح يكون كيفية توضيح أنهجة المعالجة للطابور الدائري، وكما نعرف بأنه كل هيكل بياني له نهجين أساسيين للإضافة والسحب منه، مثل ما أخذينا ويا الطابور الاعتيادي ومثل ما أخذينا ويا البوش والبوب بالنسبة للمكدس والآد والديليت بالنسبة للطابور الاعتيادي. طبعا أكيد راح يكون احنا عندنا كيفية الإضافة أو كيفية السحب من خلال طابورين. الطابور الأول هو نهج الإضافة، شلون ممكن نضيف للطابور الدائري اللي هو راح نسميه احنا بالآد سي كيو. الآد سي كيو طبعا راح نستدعيه مرة واحدة، حال البوش بمعلوماته، أو مثلا الآد للطابور الاعتياد بمعلوماته. الآد سي كيو طبعا هو من اسمه سي كيو، يعني إضافة للطابور الدائري. طبعا تقدر تغير أي اسم، لكن احنا اصطلاحا راح ناخذ الآد دي آد سي كيو والديليت سي كيو بالنسبة لمن للسحب. طبعا ممكن يستدعى مرة واحدة، وممكن يستدعى من خلال دوارة مثل ما خذينا ويا الطابور الاعتيادي أو بالنسبة للمكدس. طبعا مثل ما قلت لكم حال الطابور الاعتيادي، وايضا يحتوي على نفس معلومات الطابور الاعتيادي، ترى باعوا هسه هنا بالنسبه لنا. هذا عمليه الاستدعاء داخل البرنامج الرئيسي، اد سي كيو، السي كيو طابور الدائر اللي انت معرفه، والاف والار والايتم. طبعا راح اذكركم انه شلون عرفنا الطابور الاعتيادي الدائري، العفو اذا تتذكرون، نفس الشيء كونستانت سايز تساوي 8 والليست اري من 1 of الى size of character، ونعرف السي كيو والاف والار والايتم اللي هي نفس انها مثل ما قاعد تشوفون بانه هنا عندنا شنو الطابور الدائري والاف والار والايتم نفس هاي. طبعا هو نفس الاستدعاء مع الطابور الاعتيادي، طبعا مو معناته نفس عملية الاستدعاء، نفس خلينا نقول معلومات الاستدعاء، لكن مو معناته نفس البروسجر، هذا الشيء واضح. طبعا اعتيادي لا ننسى انه بالبرنامج الرئيسي راح يكون عندنا اول ما نبدي بجين بالمين بروجرام الاف ساين 1 والار ساين 1. انا طبعا فتحت لكم اثنين الوورد الحالي، ويعني الملف الحالي اللي يعني ان شاء الله راح ادز لكم، والملف السابق لان اريد يصير عندكم شفافيه انه شلون ممكن نضيف. يعني هنا مو خذينه او السحب، مو خذينه بهاي الامثله، هذا كمثال، وهاي الحالة الاعتيادية المفروض هسه مرة ما نبدي بالبيجن. انا اريد اوضح لكم هيك، اريد امشي وياكم حتى ويا البرنامج ايضا اوضح لكم اياه، ان شاء الله ادز لكم اياه ويا الملف. المهم هاي الحالة الابتدائية اللي هاي اول ما ابدي بالبرنامج الرئيسي بيجن مين بروجرام اف واقف على الواحد والار على اليمين على الواحد، كذلك هذا نفس الشيء. استاذ انا معرف عندي من التعريف بالكونستانت الار واقف على الواحد والار واقف على الواحد، تمام. الان نهج نهج المعالجة مع الاد سي كيو منين متكون؟ خلينا نجي نشوف بشكل عام منين متكون. بروسجر اد سي كيو نعرف هاي بعد شغلة الفار، ايضا بالنسبة للاف والار نفسه سي كيو والاف والار، لان انا عندي شنو لازم يكون عندي فار دخول وخروج بالنسبه من البرنامج الرئيسي لنهج المعالجه اللي هو الاد سي كيو، وبالعكس الايتم طبعا ماكو داعي خروجها، ماشي. طبعا اول ما نعرف متغير اسمه فلاج، طبعا انا لازم اشرح لكم الان ليش نحتاج الى الفلاج. خلي ببالك شباب عفك هسه الفلاج كانه ما موجود، بس راح نرجع الى بنهايه الشرح. اول ما يجي هسه لو خذينا، نعم خلينا ناخذ هاي القيم الموجوده عند الان. الار اول ما استدعي، انا مو قلت بالبرنامج الرئيسي شباب انه استدعي، فليكن انه انا استدعيت السي كيو والاف والار، والقيم الابتدائيه مالت الاف هي 1 ومالت الار هي 1، والايتم اقول له ريد لين ايتم، صار عندنا تمام. السي كيو معرف من التعريف ويا ما عرفنا الكونستانت والاري والسي كيو من نوع ليست، تمام. اذا هسه الاف هو 1 والار هو 1. نجي هسه الان هنا الاف صار 1
يعني صار عملية كوبي، عملية الاستدعاء لنهج الجسم الأصلي للنهج المعالجة مال الاد سي كيو. إذا الاف يجيب مكان الاف هنا واحد، والار يجيب مكان الار هنا واحد كذلك، والايتم اللي سويناه ريد ايتم يجيب هذا المكان، وليكن مثلا احنا نريد نضيف اي شباب، تمام؟ إذا هسه يجي هنا شباب، أول ما يجي شقل اف فلاج العفو يساوي لنا واحد، افكم هسه من الفلاج. الار ايش قد؟ الار هي واحد. هل الار اللي هو واحد لا يساوي لنا سايز؟ سايز ايش قد؟ سايز 8، نعم، واحد ما يساوي لنا 8. وهذا الشرط الثاني. الار زائد واحد يكون الفرق بين الار والاف والاف العفو يكون ما يكون اكبر من اقل شيء يكون واحد. اكبر من واحد ممكن لكن يكون اقل شيء واحد. هسه الار ايش قد؟ الار هي واحد زائد واحد 2 لا يساوي لنا اف اللي هي واحد، نعم. اذا هذا الشرط صحيح، وهذا الشرط لان الار ما واقف على 8، اف واقف على واحد، يعني واحد لا يساوي لنا 8 صح، والار زائد واحد اللي هي واحد زائد واحد 2 لا يساوي لنا واحد صح. اذا راح يكون الار يساوي لنا ار القديمه زائد واحد، الار القديمه هي واحد زائد واحد صار الار ايش قد شباب؟ 2. هنا بهذا المكان شباب حجز قيمه للار للخليه اللي راح يضيف عليها الايتم. طبعا هسه انتم ايش راح تقولون؟ راح تقولون خلاص بما انه عندنا اف تنفذت اذا معناته ما راح اروح الجزء الليلز، صح؟ ما لي علاقه بهذا كله. اخلص هسه اجي وين؟ بهذا المكان. هل فلاجك هل الفلاج مالتك هو صفر؟ لا، يعني الفلاج اول ما اجيت انطيته شنو شباب؟ انتبه، اول ما اجيت انطيته قيمه واحد وياي، ومن ثم اجيت قليلة هذا واحد لا يساوي لنا 8 صح، وواحد زائد واحد 2 لا يساوي لنا واحد صح. اذا هذا شنو صحيح؟ اذا شنو صار عندي؟ صار الار الجديده هي الار القديمه اللي هي واحد زائد واحد صارت ايش قد شباب؟ 2. خليت ايدي عليه من على الخليه الثانيه، دير بالك ترى الايلس ما راح اجي لها، هسه اجي لمن؟ لان هاي بنفس المستوى، اجي لمن؟ اجي لهذه العباره. هل الفلاج مالتك يساوي لنا صفر؟ لا، عيني الفلاج من الاصل يساوي لنا شنو؟ واحد. اذا ما اروح عن المن لرايت لين الكيو از فول، اروح وين؟ اقول لي يابا السي كيو اوف الار اللي هي 2 هسه يساوي لنا ايتم. خلاص انا حجزت ايدي على اليمن على الخليه الثانيه، السي كيو اوف الار سي كيو اوف 2 يساوي لنا الايتم اللي هو اي، تمام شباب؟ طبعا بسبب وجود شغله الفار وانتم تعرفونها بالنسبه للاف والار، معناته انا ارجح راح ارجع قيم الاف وارجع قيم الار الجديده اللي صارت شنو؟ قيم الاف والار الجديده صار الار 2 والاف 1، اف 1 والار 2. نجي هسه بعد، يعني انا انتبهوا شباب، انا راح اضيف حسب ما موجود هنا، يعني على مود يصير عندك يعني شفافيه بالموضوع، انه شلون ممكن نستفاد من التخيل بالرسم والبروسجر شلون قاعد يشتغل بالضبط. الان هسه اذا اردت اضيف عنصر اخر، لا تنسى العنصر الاف القديم والار القديم هي واحد باثنين، اذا هسه من يجي هنا واحد باثنين فلاك يساوي لنا واحد، الار ايش قد شباب؟ الار 2. هل من 2 ما يساوي لنا سايز؟ 2 ما يساوي لنا 8، تمام. اذا صحيح، لان بيناتهم اند لازم عندي شرطين شباب. الان هل انه ار زائد واحد يا ب 2 زائد واحد 3 لا يساوي لنا اف اللي هو واحد 3 لا يساوي لنا واحد؟ دير بالك انا ما قاعد اقارن الار والاف هنا، قاعد اقارن الار زائد واحد يعني 2 زائد واحد اللي هي 3 ويا من؟ ويا الاف اللي هي واحد، تمام. اذا هذا صحيح وهذا صحيح، اجي احرك المؤشر ار بمقدار واحد صار عندي وين؟ على الثلاثه، و ما اروح عند الايلس. هل الفلاج يساوي لنا صفر؟ لا، عيني الفلاج ما يساوي لنا صفر، انت بالبدايه خليته واحد، ماكو مكان هسه شفتوه انه انا وصلت الى مكان بالفلاج يساوي لنا
صفر؟ لا. اذا هل انه فلاج ساوند صفر؟ قاعد يختبر فلاج صفر؟ لا. اذا اروح وين؟ اروح السي كيو اوف الثلاثه احط بها العنصر. اذا هسه من ارجع ايضا راح ارجع شنو؟ راح ارجع العناصر الاف والار المؤشرات واحد بثلاثه. بعد اريد اضيف شباب هنا. بعد اريد اضيف. الان اريد ان اضيف عنصر، هم نفس الشيء. الاف اللي هو العفو الاف اللي هو واحد والار يساوي لنا اربعه، ايضا واحد باربعه فلاج باقي واحد. هل انه الاربعه لا يساوي لنا الثمانيه؟ صح. هل انه الاف بعد على الواحد واحد زائد العفو اسف الار اربعه، اربعه زائد واحد خمسه لا يساوي لنا الواحد؟ صحيح. اذا اتحرك بمقدار واحد تمام، ار يساوي ار زائد واحد صار عندي اربعه، وكذلك الاف مالتي لا زال شباب الفلاج العفو مالتي لا زال صفر لا زال واحد العفو. هسه else ما اروح للاف، اروح للال سي كيو اوف الاربعه احط بي الايتم. مع شباب الان نجي نريد نسحب، هسه نريد نسحب، نريد نسحب عنصر. انا قاعد استمر كما هو الان الموجود هنا، شلون اللي انطيتكم اياه، اريد اسحب عنصر، معناته لازم شنو؟ لازم اجي اعرف الديليت سي كيو. طبعا خلوا بالكم شباب انه انا اكو شغلات هنا ما استمريت بها لاجل انه يصير عندك يعني مطابق، بس تعال نرجع اليمن نكمل الاد سي كيو. نجي هسه نريد نسحب. طبعا اعتيادي هم نفس الشيء، نهج السحب انه ممكن تستدعيه شنو مره واحده، تحتاج الى اكثر من مره تستدعيه خلي الدوار، واكيد مثل الطابور الاعتيادي ايضا لازم ما تقول ديليت سي كيو، ايضا لازم الايتم اللي طلعت تطبعها. المهم هذا هو الاستدعاء وما يختلف شيء عن اللي درسناه سابقا. الديليت سي كيو هم نفس الشيء شباب، بس خلي بالك بانه انا راح اطلع الايتم بها فار هنا. الان شباب اول ما يجي هسه هنا لا تنسون اخر شيء انا عندي الاف واحد وال ار اربعه من اخر عمليه اضافه. هل انه الاف طبعا نفس الشيء كوبي من جسم من الاستدعاء الى من مكان الاستدعاء الى جسم النهج الاصلي. هل انه الاف اللي هي الان واحد يساوي لنا ار اللي هي اربعه؟ لا. اذا يروح لمن؟ يروح الجزء الالز. يبدي هنا يساله هل انه الاف انت الاف وصلت للسايز؟ لا انا الاف بعدني واحد. ليش؟ حتى اذا وصل للسايز معناته يسوي عمليه تدوير. هنا بما انه بعد ما وصل للسايز اذا يجي شو يسوي؟ خلاص اذا يخلي ايده على اليمن على الاف الجديده اللي هي الخليه الجايه اللي هي الاي شباب اف تساوي لنا اف زائد واحد، والان يسحب هاي سي كيو اوف الاثنين ويا شباب سي كيو اوف اثنين الاف صارت اثنين هسه الان سي كيو اوف الاف اللي هي اثنين خلاها بالايتم ورجع الايتم. ليش؟ انا عندي وين؟ يعني عندي فار ويا شباب وهكذا. استمر شباب. طبعا هذا الشرح راح اعيده الان العفو لاحقا بطريقه اخرى شوي اسرع، واطلع لكم البرنامج واريكم شلون ممكن قاعد يصير عمليه السحب والاضافه. الان لا اردنا نضيف بعد عنصر، هسه ارجع لمن للاضافه. اريد ان اضيفه. اخر مره الاف والار اللي هي الاف ايش قد؟ اثنين. والار ايش قد؟ الار خمسه لان ضفنا الدي ويا شباب لولا. زين هسه الان عفوا اسف اخر شيء الاف اللي هي اثنين اللي احنا سحبنا ما اضفنا، الاف هي اثنين والار هي اربعه. الاف اثنين والار اربعه فلاج واحد اربعه ايضا لا يساوي لنا ثمانيه، وكذلك بالنسبه الي أربعة زائد واحد خمسة لا يساوي لنا واحد، إذا معناتها R يساوي لنا R زائد واحد،
معناته الار صارت 5، خلاص احط ايدي على اليمين على الخليه 5 واضيف الايتم مثل ما قاعد تشوفون الان بهذا المكان، لان ما عندنا الفلاج صار صفر. سي كيو اوف الار، سي كيو اوف الخمسه، خليه بها العنصر دي. تمام، تابعوا ويا شباب. الان لو ردنا نضيف، نستمر 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 الى ان يصير عندنا بهذا الشكل، يعني يصير عندي نضيف عناصر، نضيف عناصر، ممكن نضيف عناصر اللي هو رد دي، الاي والاف والجي، معناته انا صار عندي شنو الار؟ ار عندي صارت 8، والاف يعني انا ما سحبت فقط عندي الاي سحبته، فصار عندي يتحرك من 1 الى 2 بالنسبه للاف، الاف ايضا من 2. الان ممكن اضيف، ممكن اضيف، ممكن اضيف، عشان ما لي علاقه بانه شيل حجتكم يا قيتكم، نعم ممكن اضيف لان انا عندي خليه فارغه، يعني لازم اكو خليه فارغه بين الاف والار. نجي من للبرنامج الرئيسي، انا عندي هسه الان ورا ما اجيت، اعيد شباب، ورا ما اجيت هنا دخلت العناصر اللي هي الاي والاف والجي، صار عندي الار يساوي لنا سايز اللي هي نفس الشيء 8، والاف باقى على 2. خلاص نجي نستدعي ال سي كيو. الان شباب بالنسبه لمن للسي كيو، انا عندي الار شقد؟ الاف العفو 2 والار 8. الار شقد؟ 8. 8 لا يساوي لنا سايز اللي هي 8، هذا اول ترتيب خاطئ. ليش؟ لان صار عندي ال ار والسايز مساويات، الار والسايز مساويات. بعد حتى لو هذا صحيح بسبب وجود الان بيناتهم، ما ممكن يروح يسوي عملية R يساوي R زائد 1، يعني فعلا وين R؟ R زائد 1 وين يصير؟ هنا بهذا المكان؟ مستحيل. ليش؟ انه استقبط شباب. بس خلينا نكمل. ال R اللي هي ايش قد؟ 8 والسايز 8، اذا عملية اللا يساوي ما متحققة. خلينا نكمل. ال R زائد 1 هسه بغض النظر، ال R زائد 1 اللي هي 8 زائد 1 9، لا يساوي ان الاف اللي 2، اوكي حتى لو هذا صحيح، لكن هذا اللي سبب بي الاشكال، وهو انه عندك المؤشر مالتك الار وصل اقصى حد، وكانه شباب هذا المكان كانه انه الار يساوي ان ار زائد 1، معناته انا قاعد اسير بهالاتجاه، ار يساوي ان ار زائد 1، ار يساوي ان ار زائد 1، ار يساوي ان ار زائد 1، الى ان اوصل بهذا المكان. شفت ان ار يساوي ان سايز، بعد ما اقدر اتجه بهذا الاتجاه، لين وين اروح؟ اذا لازم افحص هل انه انا عندي خليه فارغه بهذا المكان ولا لا؟ اذا عندي اي، اذا ما عندي خلاص معناته ما يصير عندي لا هذا الاتجاه ولا عمليه التدوير. طبعا هاي المكان عمليه التدوير شباب اللي هسه راح نجي له. اعيد هسه شباب، الاف 2 والار يساوي لنا 8، الاف 2 والار يساوي لنا 8، ار اللي هي 8 لا يساوي لنا 8، لا غلط، اوقف. اذا ما راح تروح لمن؟ الى جزء ال اف، ما راح تروح الى جزء ال اف شباب. بعد وين تروح؟ راح تروح جزء ال اس. جزء ال اس شو يقول له؟ دير بالك هل انه الار يساوي لنا سايز؟ نعم، هنا الار فعلا يساوي لنا سايز، فعلا انه الار يساوي لنا سايز 8 يساوي لنا 8. بس دير بالك لازم شرط اخر، كون الاف ما واقف على الواحد، كون الاف لا يساوي لنا 1، بهاي الحاله فعلا ار يساوي لنا 8، ار يساوي لنا سايز، والاف ما واقف على الواحد. خلاص اذا ممكن نسوي عمليه تدوير، هذا الحاله اللي هي عمليه التدوير، انه الار يساوي لنا شنو شباب؟ الار يساوي لنا 1، معناته الآر راح ينتقل لمن؟ لهذا المكان على مود يخلي ايده على هذا المكان شباب. طبعا اعتيادي هسه راح تقول لي اذا ما راح يروح الجزء اللي يصل هذا الموجود لهنا، يجي لي الفلاج، هل الفلاج يساوي لنا صفر؟ انا ما غيرت قيمه الفلاج، اذا معناته بعد ما قبض، اذا يروح لمن؟ الى السي كيو اوف الار، الار اللي هي شنو؟ 1، معناته بهذا المكان.
راح يحط عنصر جديد بهذا المكان اللي هو شباب. حسب الرسم اللي انطيتكم اياه حطيت له اتش، خلي الار بهذا المكان، من شاف انه الار يساوي انه سايز، وكون الاف ما واقف على الواحد، خلاص خلي الار ايده على هذا المكان واضاف الايتم بهذا المكان. ايتم يساوي لنا العفو سي كيو اوف الار اوف الواحد يساوي لنا ايتم. تمام شباب؟ هسه الان المفروض حسب ما قلت لكم وفهمتكم سابقا شباب بانه الان ما ممكن اقدر اضيف الى هذا المكان، الى هذا الطابور، ليش؟ يعني لازم اكو خليه فارقه على الاقل بين الاف وبين الار، مو صحيح ولا لا؟ زين، اذا هسه الان تمام، خل احاول، يجوز انه الحكي مو صحيح، خل احاول بهالترتيب هذا، ورا ما اضفت اخر مره صار الار يساوي لنا واحد، والاف واقف على اثنين، اريد اضيف بعد. شباب ما شباب؟ اذا هسه الاف ايش قد؟ الاف العفو الاف اثنين، الاف اثنين والار ايش قد؟ والار واحد. اريد اضيف. فلاك يساوي لنا واحد. الار لا يساوي لنا سايز، الار ايش قد الان؟ الان هسه الار ايش قد؟ الار يساوي لنا واحد. لا يساوي لنا سايز، تمام اوكي اذا هذا الحكي الان رجع صحيح. هذا خلي اشيله. العفو. هل انه الار لا يساوي لنا سايز؟ نعم الار واحد لا يساوي لنا سايز. انا ما لي علاقه، لي علاقه بالشيء اللي هسه صار. اللي هسه الاستدعاء ما لي علاقه سابقا، هسه حاليا اخر مره صار الار واحد. خلاص الار واحد والسايز ايش قد؟ ثمانية. ار لا يساوي لنا سايز صحيح. هل انه الار زائد واحد، ار ايش قد؟ واحد زائد واحد اثنين، لا يساوي شنو؟ لا يساوي اثنين. لا هنا اوقف، اذا الاشكال وين؟ اشكال بهذا المكان. صار انا هنا عندي انا اكو اشكال، وهو انه صح الار ما يساوي لنا سايز، بس انا عندي الفرق بين الار والاف اذا اضيف عنصر خلاص يتجاوز الخليه اللي انا خال احتياط، لانه الار اللي هي واحد زائد واحد اثنين كون ما تساوي اف اللي هي اثنين، لا بس اثنين يساوي اثنين، يعني اثنين لا يساوي اثنين مو صحيح. اذا معناته ما ممكن اجي المن الى عمليه الاضافه بهذا الاتجاه. زين خل احاول، ممكن اقدر اسوي عمليه تدوير الار. هل انه ار يساوي لنا سايز؟ ار يساوي لنا سايز؟ لا هذا غلط. طبعا هو خلاص ما دام شرط واحد من عندهم ما صار بسبب وجود الان معناته ما يصير. بهاي الحاله لا هذا الشرط تحقق طبعا ككل، ولا هذا الشرط تحقق طبعا، حتى الاف اصلا ما واقف على اليمين على الواحد، واقف على الاثنين. اذا ما حصلت خليه بالطريقه الاعتياديه ولا حصلت الار بالطريقه التدوير، اروح عن المل للالس وياي. اف ما حصلته اروح للالس، اف ما حصلته اروح للالس. هنا ايش راح يصير عندي شباب؟ راح يصير الفلاج ايش قد؟ صفر. يعني انتبهتوا على انه سابقا انه انا ما وصلت لهذا المكان، كل من كنت اضيفا ما اوصل هذا المكان، يا اما اوصل هذا المكان يا اما اوصل هذا المكان، بس ما اوصل هذا المكان. بما انه هسه صار عندكم معلوم ليش شنو مهمه الفلاج، الفلاج يمتى يصير صفر؟ كانه هسه الفلاج يمثل لي انه عمليه اون، كانه قاعد اقول لي يابا ترى الطابور ممكن اضافه عناصر اليه. يمتى ما ممكن إضافة عناصر إلى؟ معناته إذا ما حصلت خلية بالطريقة الاعتيادية اللي هي أسير بهذا الاتجاه، ولا حصلت خلية بالطريقة التدوير إنه أدور المؤشر إلى مقدمة الطابور. إذا ما حصلت منه ولا ما حصلت منه، معناته لازم أطفي الفلاج، معناته الفلاج يصير false.
هسه الان شباب من اجي اختبر على الفلاج ماتي، يابا فلاج ماتك صفر؟ اي والله الفلاج صفر، خلاص اذا اطبع. اطبع شنو شباب؟ اطبع انه ال سيركل كيو هو فول قبط. طبعا اذا طبعت بهذا المكان ما راح اجي لهذا المكان اكيد على مود اضيف للسي كيو اوف الار اوف الايتم اكيد 100%. ارجو ان يكون هذا الحكي واضح شباب. نكمل اخوان. الان نتابع. اريد نسحب عنصر. انا هسه ما قدرت اضيف هنا؟ ما قدرت اضيف هنا، اريد اسحب عنصر. ممكن اسحب عنصر؟ المفروض ممكن، نعم. انا قايل لك لا يمكن الاضافه بس ممكن اسحب. السحب يشتغل؟ خلاص، خلينا نروح لمن للسحب شباب. استدعيت السحب. الان اول ما يجي طبعا دير بالك ترى اخر الار والاف مالتي اللي شنو هي؟ واحد باثنين. مو صحيح؟ يعني ما ضفت ما قدرت اضيف بعد. اخر شيء عندي الار واحد والاف يساوي لنا اثنين. هل ان الواحد يساوي لنا اثنين؟ لا. لو ساون شباب كان قليت له هذا الطابور خالي. على العموم بالتالي نجي له. المهم واحد واثنين ما مساويات، الاف والار ما مساويات. ايلز اجي اقول له هل انه الاف يساوي لنا سايز؟ اف 2 وسايز 8 لا. ماكو تدوير. اذا اروح المن للايلز اللي شو اسوي؟ اخلي ايدي على الخليه الجايه مو 2، اخلي ايدي على اليمن على الاف ساون اف زادا 1 اللي هي على اليمن على هاي الخليه شباب على الثلاث على مود اقدر اسحبها. هالنوب اسحبها. الايتم سي كيو اوف الاف الجديده اللي زدتها اللي هي الثالث. ويا شباب؟ وبالتالي راح يصير عندي الرسم بهذا الشكل. سحبت العنصر. ويا شباب لو لا؟ هسه الان شباب انا سابقا ما قدرت اضيف. سابقا من اجيت هنا شباب من اجيت وقلت لي يا ترى الار يساوي لنا واحد والاف اثنين وصارت عندنا خبصه وصار كلها احمر انه ما لقيت لا خليه بالطريقه الاعتياديه ولا بالطريقه التدوير وصار عندي الفلاج صفر وبالتالي اعلن افلاس خلينا نقول الطابور الدائري. لان ما لقى خليه بعد ممكن يخلي بها ايتم. الان ورا ما عمليه العفو ورا ما سحبنا عنصر ورا ما سحبنا عنصر هنا ورا ما سحبنا عنصر الان ممكن نضيف لو ما ممكن نضيف؟ انا اريد اضيف. هنا اجت ببالي انه اريد ان اضيف بهذا العنصر، اقدر اضيف لو لا؟ حسب الرسم ما... نعم ممكن اضيف، لكن حسب البروسجر ممكن اضيف لو لا؟ طبعا خلينا نرجع شباب نشيل هذا الني. نعم الار ايش قد؟ انت اخذ اخر حاله ما لك علاقه، هو ياخذ اخر حاله. ار ايش قد؟ واحد، والاف ايش قد؟ ثلاثه. اذا ثلاثه بواحد فلاجك يساوي لنا واحد، معناته الطابور بالبدايه ممكن يستقبل عناصر. الان هل انه الار لا يساوي لنا سايز؟ الار ايش قد؟ واحد. لا يساوي لنا سايز؟ ثمانية. تمام. هل انه الار زائد واحد لا يساوي لنا اف؟ ار زائد واحد. اثنين. لا يساوي لنا ثلاثة. اي يعني معناته هذا الحكي ايضا شنو؟ صحيح. اذا هسه صار اثنيناتهم انا شباب عندي. عندي اثنيناتهم صاروا صحيح. اذا اقدم الار بمقدار واحد، ار يساوي لنا ار زائد واحد، خليت ايدي على اليمن على الار الجديده اللي هي بدل ما واحد صارت ايش قد؟ اثنين، اللي ار يساوي لنا ار زائد واحد. ما اجينا هسه الان للايلس ولا اجينا للمكان اللي يصير بيه الفلاج. اجينا المن شباب؟ بهذا المكان فلاج صفر لا ايلس. اذا معناته سي كيو اوف الاثنين خلي بيه العنصر. ما شباب؟ طبعا هسه من ارجع من ارجع اريد اضيف هسه بهذا المكان بعد اريد اضيف يجوز اقدر اضيف انا هنا. هسه الار ايش قد؟ اثنين والاف ثلاث. خلينا نجرب نقدر نضيف لو ما نقدر نضيف؟ الار اثنين والاف ثلاث يعني ثلاثه باثنين.
الثنين لا يساوي لنا ثمانية، أوكي. بس ثنين زائد واحد ثلاثة لا يساوي لنا ثلاثة، راح يصير عندي شقد شنو؟ راح يصير عندي الإشكال هنا بهذا المكان شباب. راح يصير عندي الإشكال بهذا المكان. بما أنه بيناتهم آند معناته هذا كله خطأ، معناته ما ممكن أوصل المن للاستمرار بحجز خلية بهذا الاتجاه، معناته ما راح أروح حتى العملية التدوير، معناته الفلاج مالتي شباب زين بهذا المكان، يعني ما راح أوصل المن إلى عملية الإضافة بهذا الاتجاه. إيلس هل إنه الآر يساوي لنا سايز؟ الثنين ما يساوي لنا ثمانية. هل انه الاف ما واقف على الواحد؟ اثنيناتهم يا اخي مو صحيحات. اذا معناته ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا مو صحيح، اروح للايلس، هنا مو صحيح، اروح وين شباب؟ اروح للايلس. الايلس شو يقول لي؟ يقول لي فلاجك صفر يا اخي. خلاص اذا معناته ما دام فلاجك صفر معناته اطبع لي انه ما ممكن اضيف يا اخوان، واحتياجي ما راح اروح عند الايلس. أنا بهذا الاتجاه بهذا المكان شباب. نكمل إخوان. هسه لو ردنا نسحب طبعا، لو ردنا نسحب كل العناصر، نقدر نسحب كل العناصر لأن توصل الـ F يساوي 8. ماكو شيء يمنع شباب. ليش؟ لأنه بكل الأحوال هسه أنا عندي بهذا الاتجاه عندي أنا مثلا ثلاثة. ثلاثة هسه الآن. وال F وال R يساوي لنا 2. زين، هل انه ال 3 يساوي لنا 2؟ هسه الان اريد اسحب. هل انه 3 اللي هي ال F يساوي لنا 2؟ لا. اذا شو اسوي في هاي الحاله؟ هل انه ال F يساوي لنا سايز؟ لا، 3 ما يساوي لنا 8، ما عندي تدوير وانا ما عندي شنو؟ عندي بهذا الاتجاه الاستمراريه عفوا. وهكذا شباب كل مره يحط ايده علي من على خليه اللي هي الاف ساوند اف زائد واحد، بدل ما هي ثلاثه صارت عندي شنو الاربعه، حط ايده على السي ويجي شو يسوي شباب؟ يجي يقول الايتم ساوند سي كيو اوف الاف، سي كيو اوف الاف اللي هي هاي السي اطلع خارج اخليها للايتم. يستمر هذا الحكي. انا بشو يصير عندي؟ طبعا من يرجع شو راح يصير عندي؟ اربعه، أربعة ما يساوي لنا 2، وهكذا يستمر. خمسة ما يساوي لنا 2، ستة ما يساوي لنا 2، سبعة ما يساوي لنا 2، ويا شباب إلى أن يوصل هنا بهذا المكان اللي إنه الـ F يساوي لنا 8 والـ R يساوي لنا 2. يعني قصدي سحب السي، سحب الدي، الـ E والـ F والـ G، كل مرة يستمر الـ F إلى أن يصل بهذا المكان. طبعا إحنا شنو قلنا؟ قلنا الـ F يتبع الـ R، لازم يدور شباب، خلي بالك. ليش؟ لأنه وين يروح هذا الاتجاه؟ وين يروح؟ إذا معناته لازم يدور. هسه الآن في هالحالة هاي بما أنه قلنا صارت عندنا سحبناها كلهم، صار الإف على اليمين على الثمانية. عفوا. الإف 8 والآر 2. مساويات؟ لا. إيلس. هل أنه الإف يساوي لنا سايز؟ إف يساوي لنا 8، نعم. إذا معناته شو تسوي؟ سوى عملية تدوير، يعني ما موجود هنا. سوى عملية تدوير. أعيد، 8 تساوي لنا 2؟ لا. هل إنه 8 تساوي لنا 8؟ الإف 8 والساي تساوي لنا 8، نعم. إذا عندك شنو؟ لازم تسوي عملية التدوير شباب. خلاص اذا الاف ايش قد خذه؟ واحد. اذا ما راح اروح للايس، اروح وين؟ الايتم سي اوف سي كيو اوف الواحد، معناته راح اخذ هذا العنصر شباب. هسه الان دار الاف صار علي من؟ على الواحد، سي كيو اوف الواحد اللي هو الاتش. ويا شباب اذا هسه المفروض يصير عندنا بالرسم بهالترتيب هذا. ويا شباب صار عندي دار العنصر الى ان صار واحد، هنا بخذه العنصر الاتش. ويا شباب طبعا ايش راح تقول لي انت؟ ارجع واقول لك نفس الفكره، هسه راح تقول لي الاف 2 والار 2 خلاص معناته شنو؟ ما يصير. اقول لك لا، لان هو اصلا سابقا كان عنده شنو؟ صار وقف الاف على اليمين. اخر شيء هسه من سويناه وقف الاف على الواحد والار على 2.
فخلي ببالك السلام. هسه انا ايضا بعدني اريد ان اسحب، اريد اسحب هسه، اريد اسحب هذا العنصر، اخر عنصر اريد اسحبه. زين تمام. الاف واحد سابقا والار اثنين، ار اثنين والاف ايش قد؟ واحد اثنين و عفوا الاف نعم عفوا اسف، الاف واحد والار اثنين، الاف واحد والار اثنين. الان هل انه الاف واحد يساوي لنا اثنين؟ لا. هل انه الاف يساوي لنا سايز؟ هل انه الاف اللي هي واحد يساوي لنا سايز اللي هي ثمانية؟ لا. اذا ما راح اروح بهذا الاتجاه، ما عندي عملية تدوير الان. اذا اف يساوي لنا اف زائد واحد، ورا ما سحبت اذا اف يساوي لنا اف زائد واحد، صار عندي اليمن، صار الاف صار بدل ما هو واحد وقف اليمن على الخلية الثانية اللي هي اخر عنصر بالطابور. خلاص اذا السي كيو اوف اثنين، سي كيو اوف اثنين يروح لمن؟ للايتم. الان هسه المفروض، المفروض انه صار عندي الطابور فارغ. هسه الان اقدر اسحب؟ خلينا نشوف. لا تنسى اف اثنين والار اثنين، اول ما يجي شي يقول لي اف اثنين وار اثنين، راسا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شباب انه ال سي كيو شنو؟ امتي. ما ممكن، عفوا ما ممكن اسحب. ليش؟ لانه خلصت العناصر كلها اللي انت ضفتها سحبتها. تمام. اذا استمر، اريد اضيف من هذا المكان، اريد اضيف من هذا المكان، ارجع هسه المن للاضافه، اعتقد هي صارت واضحه، لكن نستمر احنا على ما نخلص. صارت عمليه واضحه. حنمسح هسه الان، عفوا الان لا تنسى الار اثنين والاف اثنين، فلاك يساوي لنا واحد، اثنين ما يساوي لنا ثمانية، اثنين زائد واحد ثلاثة ما يساوي لنا اثنين. ويا لو مو وياي، يعني قصدي انتبهوا لي شباب، الار اثنين والاف اثنين، اثنين لا يساوي لنا ثمانية، صح؟ هذا تمام. الآن R زائد واحد، R هي اثنين زائد واحد ثلاثة ما تساوي لنا اثنين، إذا أيضا شنو؟ هذا الحكي صحيح. إذا صار عندي ترو بترو، إذا أنا شنو راح يصير عندي شباب؟ ممكن أزيد ال R يساوي لنا R زائد واحد، صار شنو عندي؟ صار ثلاثة. خلاص إذا بعد ما أروح عند الإيس ما عندي تدوير ولا فلاك يساوي لنا صفر، إذا أجي لمن؟ لي سي كيو أوف الثلاثة يساوي لنا شنو؟ أيتم. ويا شباب لذلك أنا قلت لكم آخر شيء، قلت لكم بأنه الطابور الدائري ما بي عملية تصفير ورجوع أنه هاي تصير القيمة واحد أو لا، لا يبدي من حيث انتهى، من هذا المكان خلاص. ليش؟ أنه هو أصلا طابور دائري. فخلوها ببالكم وخلاص. الان هم ايضا نقدر نضيف الجي والكي الى ان نوصل للثمانيه، نفس نعيد الوضعيه الى ان توصل الار للثمانيه. فلازم تفحص هل انه اكو عندي خليه فارغه موجوده بهذا المكان؟ نعم خليه فارغه بهذا المكان، ونقدر نضيف. ومن نوصل الار والاف مساويات مثل ما شفنا سابقا، ما ممكن نضيف. طبعا هذا بالنسبه لل الطابور الدائري والأنهجة المعالجة. الآن أعيد بشكل عام، بشكل عام أعيد الطابور الدائري الأنهجة المعالجة مالته شباب. نعم بالنسبة للطابور الدائري شباب، عندي طريقتين لعملية استحصال الآر. الطريقة الأولى أنه بالاتجاه الاعتيادي، فلازم أفحص شرطين، يكون الآر ما يساوي لنا سايز، وكون أنا عندي يكون
الفرق بين الار والاف اقل شيء يكون شنو خليه واحده. اذا هذا الحكي صحيح اذا معناته بالاتجاه الاعتيادي انا اقدر احصل ار. انا اهم شيء ترى هنا بالطابور الدائري بالاضافه بالاد سي كيو احصل الار اللي اضيفه. ليش؟ لانه اخر شيء احتاج وين؟ السي كيو اوف الار، الار وين هي؟ اذا لازم احصلها يا اما بالتدوير يا اما بالطريقه الاعتياديه. فخلي بالك اول ما اجي المن للطريقه الاعتياديه ار ما يساوي لنا سايز، نعم. الار زائد واحد ما يساوي لنا اف، نعم. خلاص اذا الار زايدها بواحد لا تروح للالس، هذا كله ما راح تروح له، الفلاج مو صفر. اذا تجي هنا المن الى انه سي كيو اوف الار اللي حصلته بهاي المكان راح يصير عندي الايتم. زين، في حالة انه انا بالنسبة لي واحد من هالشروط هذا اني ما تحقق او اثنيناتهم، معناته انه انا ما اقدر استمر بهذا الاتجاه. ما شباب؟ معناته انا ما عندي بالطريقة الاعتيادية اقدر احصل الار. هل انه اقدر احصل الار بطريقة التدوير؟ لان لا تنسى بالطابور الدائري عندنا ايضا عملية تدوير. اجي افحص ار مالتك وصل للسايز؟ اكيد. يعني ممكن احتمال كلش قوي انه بما انه ما قدرت احصل الار بهالطريقه، اذا ار معناته وصل للسايز. تمام، وصل للسايز، دير بالك بس كون الاف ما واقف على واحد. اذا ما واقف على الواحد والار وصل للسايز، سوى عمليه تدوير المن للار، لا تروح للالس، اذا معناته حصلت الار بعمليه تدوير وانطيها الايتم. ما حصلت ار بهالطريقه، الطريقة الاعتيادية، ولا حصلت ار بطريقة التدوير، خلاص استسلم. اذا الفلاج هو شنو؟ فلاج يساوي لنا صفر. ما دام الفلاج يساوي لنا صفر اذا خلاص وصلت المن للنهاية بالنسبة لعملية الاضافة بالنسبة المن للطابور. هاي بالنسبة للاضافة. بالنسبة لعملية السحب، اول ما يجي يفحص اف يساوي لنا ار، في حالة انه الاف والار وصلن مع بعض، معناته انه انا كل العناصر اللي اضفتها الاف اجى وسحبها، ولذلك وقف الاف نفس المكان اللي واقف به الار، معناته لازم شنو؟ معناته ما عندنا عناصر شباب. في حالة مساواة الاف والار معناته ما عندنا عناصر بالطابور، اذا معناته اميتي. اذا لا الاف ما يساوي لنا ار، خلاص. اذا الاف مالتك واصل هو ما يساوي لنا ار، بس وصل للسايز معناته عملية تدوير. لا اف ما يساوي لنا سايز، معناته انت بالطريقه الاعتياديه انه انت شنو تستمر بهذا الاتجاه مثل ما كان يستمر الار بالطريقه الاعتياديه. وبكل بكل الاحوال انت هنا بالطابور بالطابور الداري عفوا بالدي سي كيو، مثل ما حاولت تحصل على ار باد سي كيو، هنا لازم تحصل على اف بالديليت سي كيو. فالاف يا اما تحصلها بالتدوير يا اما تحصلها بالطريقه الاعتياديه. بكل الاحوال الاي من تحصل الاف معناته وصلت خليت ايدك على العنصر اللي انت تريد تسحبه سي كيو اوف الاف او الدي المن للايتم. هذا بشكل عام بالنسبه المن للطابور الدائري بالنسبه للاد سي كيو والديليت سي كيو. النهج الاخر اللي انا اريد اقول لكم به اللي هو عمليه طباعه عناصر الطابور الدائري. كيف ممكن انه اطبع كل عناصر الطابور الدائري دفعه واحده؟ طبعا خلوا ببالكم البرونت سي كيو كل يعني يشبه الاد سي كيو والديلي سي كيو، ما عدا انه ما يحتوي على ايتم سي كيو والاف والار. طبعا اسف لازم اخلي هذا الاف والار. الطابور الدائري شلون ممكن اطبعه؟ ببساطه هذا البروسجر، هذا البروسجر. اقول له ما دام الاف ما يساوي لنا ار، اطبع العفو اسحب عنصر، بس خليني ارتبكم يا شباب، اسحب عنصر واطبعه. طبعا هسه ايش راح تقول لي انت؟ راح تقول لي والاف والار منين تجي قيمها؟ يا اخي منين؟ من هذا المكان. انت لا تنسى قبل لا انت من تستدعي، تستدعي بمن؟ قيمة F وقيمة R. هو إذا مساويات فخلاص ما يطبع. معناته الطابور الدائري شنو؟ احنا مو قلنا بالطابور الدائري شباب، مو قلنا الـ F إذا ساوت الـ F ساوت إن R أصلاً ما يطبع. هنا نفس الشيء شباب، يستخدم التريك مات الوايل. ما دام الـ F لا يساوي إن R، ما يساوي إن R، خلاص كل مرة سوي ديليت، وأكيد عملية بالديليت الـ F راح يتحرك شباب ترى.
الاف راح يتحرك، لان كل ما سوى عمليه ديليت كل ما الاف سواء اف زائد واحد او الى حتى لو تدوير، المهم تتغير قيمه الاف الى ان يوصل الاف والار مساوين، معناته انا سحبت كل العناصر الموجوده هنا. الملخص انه انت اذا تريد تستخدم تطبع كل عناصر فتستخدم هذا البروسيجر شباب. نجي الان الى البرنامج، شلون ممكن انه هذا البرنامج مالتنا شباب نفس هذا الشيء اللي انطيتكم اياه الان حولته الى برنامج، شلون ممكن نضيف ونسحب هذا البرنامج. هذا هو البرنامج، انه برنامج تعريف طابور دائري. طبعا انتم راح تستغربون انتم بس لاجل انه اصير توافق ويا الرسم اللي انطيتكم اياه. حجمه 8 اضف 3 انه بسحب عنصر واضف عنصر الى مر ثاني، ثم اسحب ثم اضف 3 وارجع اضيف 3 عناصر اخرى والى اخره. قصدي هذا الترتيب كله لاجل حكيته بالتفصيل كما الترتيب اللي راوتكم اياه بالملفين الوورد لاجل ان يكون عمليه الكونسستنسي. طبعا البرنامج موجود ولكن اريد انفذه باسكال. خلي بالك هو هذا ساي ساون 8 سي كيو والايتم كاركتر، هذا هو البروسيجر مات الاوت سي كيو نفسه هو شباب ما تغير، وكذلك بالنسبه للديليت سي كيو ايضا ما تغير. هذا البرنت سي كيو اللي قلتكم عليه ايضا خليته واستدعيه باسمه بهذا الاسم اللي هو برنت سي كيو. المهم البرنامج الرئيسي، لا تنسون البرنامج الرئيسي لازم ابدي بمن ابدي بالاف يساوي لنا واحد والار يساوي لنا واحد. ليش؟ انه اخليهم علي من على الحاله الابتدائيه مثل ما قلت لك. الان من اريد ان اضيف 3 عناصر اكيد عندي دواره راح يسوي بهاي الحاله اسوي عمليه ريد وعمليه شنو شباب؟ وعمليه اد سي كيو وياي اخوان، ريد واد سي كيو. طبعا انا بكل مكان حاولت اطبع لكم الاف والار ايش قد قيمها على مود تصير عندك شنو؟ يعني مقارنة ويا الما موجود بالرسم، وهسه راح نرجع نقارن. صح شوية صار الدرس شوية يعني وقته أنا ما توقعته كذلك، يجوز صار أكثر، لكن المهم نوصل إلى نتيجة أنه احنا نفتهم ايش قاعد يصير تماما بأكثر من طريقة. ومن ثم مثل ما قلتكم هذا عملية الإضافة والحذف إلى آخره كلها شابه من شباب؟ الشابه هذا اللي ما موجود هنا اللي تو أنا شرحت لكم إياه، كل هذا اللي هنا اللي شرحت لكم إياه كله نفسه أنا سويت على شكل برنامج ويا شباب. وهكذا أضفنا بكل مكان شباب، أضيف شنو؟ أطبع الأف والآر كل مكان أضيف وإلى آخره. ومن ثم شوفوا شباب انتبهوا، خلي ببالكم أنت ممكن 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 أنه أنت تكتب بالبرنامج الرئيسي ريدلين ايتم واد سي كيو، تمام؟ يعني كانه قاعد تضيف عنصر واحد هنا ويا شباب، وممكن تخليها داخل دواره اذا اردت تضيف 3 عناصر مثلا 4 عناصر 5 عناصر ويا شباب. اعتقد هذا واضح، يعني ماكو داعي انه استمر عليه. المهم اكو فد مكان معين حاولت من قبط سي كيو اضيف عنصر هنا، بعد ما اقدر اضيف العنصر بس ردت اشوف شنو يطلع لي، فعلا ما اقدر اضيف العنصر لو لا؟ جيتكم على مود اشوف هل انه هذا الحكي اللي هنا موجود صحيح لو لا؟ يعني قصدي على مود حضراتكم تشوفون. وهكذا هنا وين عمليه الاستدعاء مات البرنت سي كيو شباب؟ هاي البرنت سي كيو، سي كيو نفسه يستدعيه بالاف والار الحاليين ويطبعها ويا شباب. نجي ننفذ البرنامج على بركة الله. الآن عملية إضافة 3 عناصر، طبعا لا تنسوا شباب ها هي الحالة الابتدائية اللي قلتكم عليها. الآن هسه أنا أريد أضيف 3 عناصر وأريد أشوف المفروض يطلع لي الأف يساوي لنا 1 والآر يساوي لنا 4. الاي عفوا اسف
الاي والبي والسي. الاف المفروض يساوي لنا 1 والار يساوي لنا 4. فعلا ورا ما ضفت 3 عناصر اف يساوي لنا 1 والار يساوي لنا 4. الان هنا راح احذف عنصر، المفروض الاف يساوي لنا 2 والار 4، يعني حذفت الاي. الان عمليه ديليتنج شباب، ديليتنج 1 ايتم الاي، الاف المفروض 2 والار يساوي لنا 4، اذا حد الان تمام. الان هسه الان اريد اضيف عنصر واحد، المفروض 2 ب 5، راح اضيف الدي. اريد اضيف دي 2 ب 5، 2 الاف والار يساوي لنا 5. تمام. وراها اريد اضيف بعد كل العناصر الى ان يوصل يعني معناته 3 عناصر اريد اضيفها. ثلاث عناصر اضيفن اللي هي ورا الدي الاي والاف والجي. لا اله الا الله، اسف راح انفذ من جديد شباب، اعتذر. نعم الان اضافت ثلاث عناصر اللي هي الاي والاف والجي، فصار عندي 2 ب 8. هل فعلا صار عندي انا 2 ب 8؟ فعلا صار عندي 2 وصار عندي 8. بعد هل ممكن اضيف بعد عنصر؟ انا المفروض اقدر اضيف بعد عنصر، ليش؟ لان انا عندي اكو مجال بهذا المكان، واذا ضفت عنصر بهذا نجح بالبرنامج معناته ايش راح يصير عندي انا الار؟ الآن راح يصير عندي 1 والاف راح يصير عندي 2. خل اشوف هل ممكن اضيف عنصر؟ الان اتش اللي هو هذا، نعم الاف يساوي لنا 2 والار يساوي لنا 1. تمام حد الان تمام. الآن أريد نسحب عنصر، أريد نسحب عنصر البي، أريد نسحبه. الآر المفروض 1 والإف 3. أريد نسحب عنصر. تمام. عفوا أريد نسحب عنصر وليس ديليت، عدلتها لكم. العفو اسف نضيف عنصر وليس ديليت. الان خلي ببالك الاف 2 والار يساوي لنا 1، يعني الحاله هذه شباب، انه الاف 2 والار يساوي لنا 1. اريد اضيف عنصر، هل ممكن اضيف عنصر؟ لا تنسى بي سي دي اي اف جي اتش، يعني اخر عنصر كان عندنا الاتش، اخر عنصر كان عندنا الاتش والاف 2 العفو نعم الاف 2 والار 1، الار 1 والاف 2. هل ممكن نضيف عنصر؟ اريد اضيف هنا هذا المكان اي. هل ممكن اضيف ان اي؟ المفروض ما يقبل، فيقول لي شنو؟ سيركل كيو از فل. ويا شباب ما ممكن، خلص. هسه الان اذا اريد نسحب بي، طبعا هنا سحبنا احنا سحبنا عنصر اللي هو عنصر البي، سحبنا عنصر البي الان، فالمفروض شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال ار 1 والاف 3. فعلا ار 1 والاف 3. زين بعد احنا شنو نريد نسوي؟
خشوف شو الموجود الان بعد. انا اريد اضيف العنصر، ارجع اقدر اضيف العنصر الان مره هسه المفروض اقدر اضيف العنصر شباب. ليش؟ صار عندي مجال، صار عندي مجال اقدر اضيف عنصر اللي هو الاي. نعم، وبالتالي صار انا عندي الاف 3 والار يساوي لنا 2. بعد خل اشوف انه انا شنو سويت. طبعا اقدر احذف هذا من العناصر كلهن ونضيف ونرتب. خل اشوف البرنامج. المهم صار عندنا فد نوع من ترتيب البرنامج انه هو قاعد ينفذ لنا. طبعا طبعنا هاي العناصر، طبعنا العناصر البرنتنج اللي اريد اضيفها كل العناصر، معناته صح حكي صحيح. نعم، اذا اريد ان اسحب هذا من كل عناصر، كل عناصر الى ان اوصل المن الى الثمانيه بهذا المكان اللي هو لازم اسحب كل هاي العناصر. فالمفروض شو راح يصير عندي هنا؟ انتبه هنا شباب، من سحبت العناصر C وال D وال E وال F وال G وال H وال I، يعني يوصل المن إلى هذا المكان ومن ثم يجي يتجاوز ال F يدوره إلى أن يوصل المن إلى ال H وال I ويسحبهم كلهم. إلى أن آخر شيء يصير عندنا، راح يصير عندنا ال R عليه من على الثنين وال F على الثنين. ويا شباب يعني ورا ما سحبن كل العناصر C D وال E وال F راح يصير عندي ال R على الثنين فعلا وال F على الثنين. الآن إذا أردت أضيف من هذا المكان أقدر أضيف من هذا المكان، من هذا المكان خلينا نقول مثلا أريد أضيف عنصر مثلا J. نعم أقدر أضيف من هذا المكان، ال R تتقدم واحد صار عندي أنا في هذا المكان J، ويبقى ال F علينا الاف على الثنين فعلا. هاي اخر شيء. نعم ممكن اضيف الجي، ممكن اضيف الكي، والى كل العناصر اللي انا اريد اضيفها. المهم شباب البرنامج ان شاء الله هذا هو موجود عندكم، فممكن تستخدمونه وتستنسخونه. و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.